عشان تعملوا اللخلوك الشتوي للرجالي الامور دوت تابعوا معايا. هنحتاج الخامات دي، في ابره خياطه وابره عاديه وفي خرامه، تمام. الفكره ببساطه ان احنا هنعمل جزء كروشيه ونخيطه في النعل دوت علشان يدينا الشكل العسول ده. جبت النعل اللي فوق، قسته على النعل اللي تحت وقصيت الزياده، وبعد كده هخرم النعل كل سنتي، هعلم بالقلم، وبعد كده اجيب الخرامه واخرم بحيث ان الابره تدخل بسهوله في النعل، تمام. الخطوه الثانيه ان احنا نروح جايبين الخيط بقى بتاع الكروشيه ونعمل على قد النعل، اوكي، سلسله، وبعد كده نروح بنين فوق السلسله دي سطر عمدان وقافلين، تمام. ومش هنقص الخيط لانه احنا لسه هنعمل سطر كمان، بس بعد لما نثبته على النعل هنثبته بالخياطه بالابره والخيط عادي. ان شاء الله الموضوع يكون سهل معاكم. لو ابره بتاعة تطريز اللي هي ما بيبقاش انها مدبب هيكون افضل علشان نقلل يعني انه يحصل تعوير او حاجه لا قدر الله. وبعد كده بعد ما شكله بقى عسول كده زي ما انتم شايفين واتثبت خلاص بشكل كامل، هنروح جايبين النعل بقى اللي هو الفوقاني دوت ومثبتينه بمسدس الشمع كده اهوت. وبعد كده هنروح بنين سطر كمان، سطر عمدان عسول زي ده وسطر كمان حشو. خلاص كده اهوت، لما نوصل للمرحله دي هنبقى خلصنا ونبدا نعمل الوش بقى. الوش دوت بنعمله على قد وش الرجل عادي، عمدان عاديه رايح جاي وسطر حشو حواليها، وبعد كده الناحيه اللي هي من الناحيه المفتوحه هنعمل سطر من اللون التاني حشو ونكمل على طول بنفس اللون علشان نثبت الوش مع الايه، مع جسم اللاكلوك. يعني هو اقرب ان هو يكون جزمه شويه بس اوكي واتيفر. هنكمل نعمل سطر عمدان كمان من نفس اللون دوت علشان ما يتخلعش يكون عالي، وطبعا على حسب المقاس اللي انتوا بتعملوه ونوع الخيط والابره وكده. وبكده هنكون خلصنا اللاكلوك العسول دوت. ممكن تعمليه لاي حد انت عاوزاه او حتى تعمليه شغل عادي. كنت عامله الشغل عادي كان لبابا، وكمان كانت الماما عاوزه ان احنا نعمل لاكلوك للبيبي كمان، بس طبعا من غير نعل والحاجات التانيه دي. قولولي حابين تشوفوا ايه تاني وعرفوني رأيكم في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.